كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان، من هنا من النمسا ومعسكر الإعداد للنادي الأهلي للموسم الجديد. تفاصيل كتيرة وأمور كتير جدا لمسناها من اللاعبين، من إصرارهم من تركيزهم على تقديم موسم إن شاء الله يليق بالنادي الأهلي وبمنظومة النادي الأهلي. واحد من يعني اللعيبة اللي دايما قليل جدا في الظهور في وسائل الإعلام علي الطاهر، محمد طاهر، واحد من اللعيبة اللي كلامه قليل ولكن مردوده ورده دايما بيكون في الملعب. كابتن طاهر برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي. وطاهر محمد طاهر واحد من اللعيبه او العقليات اللي يعني انا على المستوى الشخصي سعيد بيها وافتخر بيها، قليل جدا من الظهور في الاعلام، دايما بيكون رده في الملعب انا بعمل شغلي بعمل اجتهادي وبسيب الرؤيه الفنيه للمدير الفني. طبعا يعني مبسوط بالكلام اللي انت بتقوله لي، دي حاجه يعني افتخر بيها وبشكرك عليها. بالنسبه لي يعني انا راجل بلعب كوره في النادي الاهلي في اكبر نادي في افريقيا، مش محتاج ان انا كل يوم اطلع اتكلم او ان انا اقول اي حاجه غير ان انا راجل بتمرن وبنفذ تعليمات المدرب دايما، سواء مدرب كان اول موسم لي او مدرب مثلا جه فتره ومشي، كلهم مدربين كبار وبتشرف وبفتخر ان انا اتدربت معاهم. والحمد لله مستر كولر يعني من المدربين ان الواحد مبسوط انه يتمرن معاه، عشان اول حاجه هو من ساعه ما جه والحمد لله كل البطولات احنا كسبناها، فلحد دلوقتي الحمد لله عايشين في فرحه معاه. يعني اللي بيلعب او اللي ما بيلعبش دايما بيتكلم معايا. يعني انا كانت جات لي فتره ان انا كنت بادئ الموسم السنه اللي فاتت بلعب وجالي اصابه، قدرت يعني من خلال انا كنت بعدت شويه عن الماتشات وكده، بس عمره ما يعني كان دايما بيتكلم معانا. اللعيبه اللي بتلعب ولا ما بتلعبش كان دايما مقرب اللعيبه من بعض، بره السكور كان دايما بيتمرن بشكل كويس جدا عشان لما يجي يحتاج له يبقى موجود. فانا يعني شخصيه مش متابع قوي للسوشيال ميديا وكده، بس اديني بتكلم معاك. كابتن طاهر يعني رحت النقطة مهمة جدا في بداية الموسم، طاهر محمد طاهر كان واحد من أهم الأوراق لمستر مارسيل الكرة، وفي أكتر من حديث أشاد بهذا الأمر، واحد من أهم اللعيبة. مباراة الاتحاد المنستيري بنفوز خارج ملعبنا، مباراة السوبر بيتألق طاهر محمد طاهر، إصابة عطلت محمد طاهر محمد طاهر، ولكن العزيمة الإصرار اللي موجود عند طاهر محمد طاهر أعتقد هو بيبقى عنوان الأداء، عنوان استمراريتك في أرض الملعب مع النادي الأهلي. يعني زي ما بقولك هي كانت فترة صعبة عليا ان انا اكون بادئ راكب الموسم بشكل كويس، بلعب الماتشات ماشي بشكل كويس، فجأة يجيلك اصابة تبعدك شوية، ومش اصابة مثلا تقعدك يومين ثلاثة، لا يعني هي قعدتني شهر. فكنا قبلها داخلين على كأس عالم أندية، فكانت فترة مهمة جدا للمدرب ان هو يبقى مثبت ناس، خلاص هي دي الناس اللي هخش بيها كاس عالم انديه. كاس عالم انديه انت مش بيبقى عندك روتيشن كتير، ماتشات يعني ورا بعض على طول في فتره زمنيه قصيره، فمش هتبقى محتاج ان انت تقعد تاخد ريسك ان انت تقعد تجرب في تشكيل وكده. فهي كانت فتره صعبه عليا يعني، بس الحمد لله قدرت ان انا في الفتره دي ومن بعدها اتمرن بشكل كويس واحاول ارجع نفسي. طبعا كان في الدكتور وفا انضم لنا في الفتره دي تقريبا او بعدها، فدكتور وفا من الناس برضو اللي الواحد قاعد يتكلم معاه كتير، وهو حتى كان بيقعد معايا كتير يتكلم ازاي ان انا اقدر ارجع نفسي. فدي كانت حاجه كويسه يعني ان النادي يجيب حد انه في الناحيه النفسيه انه يتكلم معانا، وازاي يقدر يخليك تفصل ما بين مثلا الناس اللي بتتكلم عليك من بره النادي بطريقه مش كويسه او بصوره مش كويسه، ازاي ان انت تقدر تحول ده ان انت تبقى داخل التمرين بموت كويس وقادر تلعب الماتشات بموت كويس. فدي حاجه فرقت معايا. وطبعا زي ما بقول لك يعني المدرب كان دايما اللعيبه اللي بره السكور بيتمرنوا بشكل كويس جدا، فدي حاجه يعني خلتني ان انا قادر ان انا واقف على رجلي لحد اخر الموسم، لحد اخر ماتش قدرت يعني ان انا ابقى متواجد بشكل كويس. مؤخرا ظهرت بعض الصور لطاهر محمد طاهر في بتعمل فتره اعداد، انا عارف ان طاهر بيشتغل على نفسه دايما، الامور دي معتاده من طاهر محمد طاهر، لكن الناس لمستها شويه في الفتره الاخيره، عايزك تكلمني عن الفتره ديت، لان انا عارف انت في اوقات كتير جدا بتشتغل على نفسك في هذه الامور، ودي يعني اعتقد حياتك حتى وانت في الناشئين يا كابتن طاهر. هو يعني الفتره دي كانت فتره يعني مش ليا انا بس، كان ده برنامج محطوط كان لازم كل اللعيبه تمشي عليها قبل ما نخش الموسم فتره الاعداد.
هي بس كانت فرصة ان انا كنت مسافر، فقدرت ان انا اتمرن بره في تغيير جو. يعني انت في مصر دايما مضغوط، والحياة والزحمة والحياة طبعا بتبقى يعني دوشة وروتينية كده، فالواحد كان يعني كان عنده فرصة ان هو مسافر يقدر انه ينفذ البرنامج ده وهو بره. وهو زي ما بقولك الموسم السنة دي موسم صعب، بطولات كتير وماتشات كتير، فالواحد لو مش واقف على رجله من بدري هيبقى الموسم صعب عليه. فانا كنت حابب ان انا في الفترة دي اركز ان انا ابقى واقف على رجلي كويس، عشان اول ما الموسم يبدأ اي وقت المدرب محتاجني يلاقيني. يعني الموسم الماضي لعبنا مباراة، المباراة التانية كانت مباراة السوبر امام الزمالك. المشهد بيتكرر السنة دي، بتبدأ الموسم ببطولة، اعتقد معنويا بتبقى بالنسبة للاعبين بتديك دافع كبير جدا للموسم. اعتقد توقيت مباراة السوبر امام اتحاد العاصمة مهم جدا بالنسبة لكم كلاعبين ومهم جدا لجمهور النادي الاهلي. أكيد طبعا مهم بالنسبة لنا إن احنا نبقى مكملين سلسلة البطولات، مش عايزين يبقى في أي إخفاق، احنا عايزين نكمل بنفس الصورة اللي مشينا بيها الموسم اللي فات، ده تركيزنا وده هدفنا. الجماهير طبعا أكيد مستنية بطولة جديدة للنادي، وإن شاء الله نقدر نفرحهم بيها. والموسم الجاي يعني أظن لحد شهر واحد أنت دايما هتلعب بطولات بنهائي. يعني أنت مثلا في السوبر الأفريقي، بعد كده عندك السوبر ليج. السوبر ليج ده هي فترة هتعرف فيها البطل ببطولة على طول، بعد كده عندك كأس عالم أندية، فهي فترة صعبة وفترة محتاجة تركيز من الكل ومحتاجة شغل كتير، وإن شاء الله نبقى يعني على قد المسؤولية. بالنسبة لمستر كولر، طاهر محمد طاهر واحد من اللعيبة الجوكر بيحتاجوا في كتير جدا، ان نوعية اللعيب اللي بيلعب في اكثر من مركز بتدي مرونة تكتيكية للمدير الفني. اعتقد طاهر من النوعية دي، واكيد بيتكلم معاك في التفاصيل دي. هو كان عنده خلفية يعني ان انا بلعب في اكتر من مركز، وانا يعني انا لعيب كورة، انا لو المدرب احتاجني ان انا اقف جون هقف جون، يعني هقدر ان انا ادي بشكل كويس فيها كمان. نفذ الكابتن محمد الشناوي، هو عارف ان انا بلعب في اي حته يعني، فطبعا دي بتسهل على المدرب حاجات كتير. يعني هو بيبقى المدربين بيحبوا اللعيبه اللي بتلعب في اكتر من مركز، وانا شايف برضو ان لعيب الكوره لازم يكون بيقدر انه يعرف يلعب اكتر من مركز، ما يكونش محدد نفسه في مركز واحد، ولو مثلا في منافسه كبيره وبدا انه يبعد عن المركز ده فخلاص مش هيلعب، فلا يعني لازم يلاقي نفسه في مركز تاني ويحاول انه يشتغل على نفسه ويبقى قادر يفهم في المركز الجديد اللي هو بيلعب فيه ده، قادر يفهم واجباته والحاجات المطلوبه منه. ودي حاجه انا بقدر اعملها بشكل كويس الحمد لله، وبرده كله من خلال التدريبات وكله من خلال كلام مستر كولر مع اللعيبه كلها، فدايما الواحد بيبقى مركز يعني بيشوف هو بيطلب ايه بتاعت هو تاني. ببقى دايما مركز مع اللعيبه اللي في الباك رايت، ازاي بتهاجم ازاي بتدافع. بس 5 بطولات الموسم الماضي اكيد مش هيليكم مسؤوليه للموسم اللي جاي، انك تصل للبطوله بيبقى امر سهل، لكن الاصعب هو بيبقى الحفاظ على البطوله. هما كلا الحالتين الامر صعب جدا، ولكن انتوا على منصات التتويج وجمهور النادي الاهلي بيطالبكم بالبطوله، هل بيشكل عليكم ضغط نفسي ولا بيشكل دوافع للبطوله اللي جايه؟ لا، هو زي ما انت قلت، هو انت السهل ان انت تكسب بطوله، بس الصعب ان انت تحافظ عليها. فان انت تحافظ عليها دي بيبقى متطلب منك شغل كتير، تركيز اكتر، بالذات ان انت محليا وافريقيا كل الفرق طمعانه فيك، فده بيؤدي ان انت محتاج يعني تشتغل على نفسك اكتر ان انت تقدر تحافظ على البطولات دي. لكن بالعكس الجمهور يعني لما كل ما الجمهور كان بيدعمك وبيحمسك ويشجعك بطريقه كويسه، ده طبعا بيساعدك ان انت تقدر تبقى داخل البطوله وانت عارف ان الجمهور في ظهرك وقادر ان انت يعني رايح كده وعايز اللي هو تعمل حاجه عشان تفرح الناس وتفرح الملايين اللي بيتفرجوا عليك. فان شاء الله احنا يعني اول مره تقريبا نلعب السوبر الافريقي في السعوديه، فاحنا عارفين ان احنا نروح هناك هنلاقي دعم جماهيري ان شاء الله كبير، وان شاء الله نقدر نفرحهم زي ما فرحناهم قبل كده في قطر، و تبقى بطولة جديدة يعني للنادي إن شاء الله. أنا بشكرك كابتن طاهر، سعيد بلقائي معاك وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله. طاهر محمد طاهر إضافة كبيرة جدا للنادي الأهلي والمنتخب المصري، أنا بشكرك جدا حبيبي.